في البداية حقيقة أود أن أؤكد للإخوة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة أن الوزارة حريصة حقيقة على إقامة هذه الشعيرة وهي صلاة عيد الأضحى المبارك، ولذلك حرصنا حقيقة على التعميم على جميع مساجدنا بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية التي أكدنا عليها، التباعد الجسدي ولبس الكمام وإحضار سجادة الصلاة، وحددنا حقيقة المساجد اللي تقام فيها صلاة العيد، جميع المساجد اللي تقام فيها صلاة الجمعة يصلى فيها العيد، بالإضافة إلى المصليات في الساحات الخارجية، الملاعب اللي حددناها في الكشوف التي وزعت على جميع المساجد، وأيضا وزعت في وسائل التواصل، بالإضافة إلى بعض الأندية الرياضية والتنسيق مع هيئة الشباب والرياضة في مثل هذه الساحات. طبعا سمحنا للنساء أن يصلين في هذه المصليات الخارجية، وكذلك حددنا أيضا مجموعة من المساجد اللي يسمح فيها للنساء بالصلاة، وذلك للمساجد اللي نعلم أن عدد الرجال ما يملؤون مكان المخصص للرجال، وبالتالي تكون المصليات متاحة بالنسبة للنساء، فالنساء لهن أن يصلين في المصليات فقط التي أشير في التعميم وفي الكشوف التي وزعناها يمكن في وسائل التواصل جميعا، بالإضافة إلى الساحات الخارجية يسمح للنساء مع تطبيق الاشتراطات الصحية في مثل هذه المواقع.